السلام عليكم البنات، لاباس عليكم؟ نتمنىكم تكونوا في احسن الاحوال ان شاء الله. نلقاكم هذا الفيديو اليوم، جيناكم بواحد الفيديو جنقول لكم خاص، لان ما غندير معكم لا طبخ لا فلوغ لا والو. واحد الفيديو عن حساس، عن مرض اللي عندهم مرض السرطان، واللي عندهم جميع بزاف د المناعه اللي تكون طايحه. جبت لكم هذا الفيديو هذا، شان نقول لكم بغيت نبارطاجيه مع الناس، لان الاخ ديالي هو اللي حتى هو عاوني وقال لي، لان الاخ ديالي مسكن ضيعوا معاه في هذا الفيديو هذا، عنده مرض السرطان في رئه، عنده الماء في واحد الجهه. المهم شان نقول لكم، كنت اتصاب ملي كنتفكروا داك الشيء، ما نقدش نقول لكم الالم اللي كانت ألم عليه، ولكن الحمد لله ما نقدروش ندابزو مع القدرات سيدي ربي. اللي كيبغي الله هو اللي كيبتليه، الحمد لله والشكر لله. بالنسبه للاخ ديالي حتى هو جا في الاول سرطان في مسكن في المصران، ودار عمليه ودار ديال المصران هذا. المهم قطعوا له واحد الطرف منه، وبرا عامين الحمد لله، ما كان تيدير الكونترول ديالو يدير المسائل ديالو. واحد الايام عاوتاني بدا يطيح في الميزان، يطيح في الميزان، يطيح في الميزان. اتجه ملي مشى دار هذاك لي غيم، ودار ديك الراديونات اللي كيديروا الكبار ديالهم، كيلقى عنده سرطان في الرئه في الماء في واحد الجهه. المهم شان نقول لكم، لا يعطى شي واحد ديك الالم لشي واحد، ولا لا يعطى شي واحد ديك المرض، لان كي ماشي تيطيح من كل شيء، معنويات من كل شيء تيطيح من المناعه. المهم الحمد لله مشى، قالوا له خاصك دير شيميو، ما يمكنش ما ديرش شيميو. المهم توكل على الله، دار شيميو اول مره، دار شيميو. شنو نقول لكم، تيجي ميت، تيجي ميت. حتى واحد السيده سميتو، شنو نقول لكم، نعاود لكم غير باختصار. واحد السيده الحما ديالها مسكينه، كان جاها سرطان عندها في الدب ديالها كامله، شتي من عندها فغيه، عندها في المصران حتى هي بداها وقطع عليها. المهم مساليه متبعه المسائل ديالها. شنو هو الولد ديالها بقى تيقلب على هذا شي دواء من غير الشيميو، زعما ما بغاوش يديروا لها الشيميو، لان مراه كبيره ما كتحرك كبيره، ما الا ما نوضوهاش ما كتنوضش، الا ما عطاوهاش تاكل ما كتاكلش. المهم غير مجبده، غير المهم نهارت مسكينه ميته وهي عايشه. عشان نقول لكم، تيقول لها الطبيب ميته. المهم قالوا لهم واحد الدواء، شنو واحد الدواء ديال، عشان نقول لكم، واحد الشركه ديال دي اكس ان معروفة في المغرب، معروفة. ما هي ما كانت في الأول ما كايناش في المغرب، كانوا كيجيبوها من ماليزيا في الصراحة سيدي ربي، عاد رجعت تيجيبوها لهاد المغرب هذا. دابا الحمد لله فروع، هي تقولوا دي اكس ان، وراه في الفروع. لا كانت اللي في كازا، راه في كازا يقول يمشي يسول على هاد الشركة ديال دي اكس ان. المهم الدواء كاينة ميكوفيتا، وكاينة سبيرولين، وكاين الفيتاغريشي. هاد ثلاثة ديال الحوايج واقيلين تا الرابع، تاني تجوج وحدة اخرين، خمسة ديال الأدوية. المهم هاد اللي عارفة مكمل آخر، أي كل واحد مكمل، هذا مكمل غذائي لهاد المرض. وحتى الإنسان اللي ما بقاش، شنقول لكم الأخ ديالي. المهم هاديك السيدة ملي كلات بقات، جاب لها ولدها هذا، عطاه لها. ملي عطاه لها شنقول لكم عطاها هذا الدواء، ديك الشيء اللي خرجت حاشاكم، اللي تقيات. شنقول لك، ديك الشيء ما تقدش تقسي قدامها نهائيا. تعودنا ولدها بالاوديو ديك الشيء اللي سمعنا، ومعها عاود حتى الاخ ديالي والزوجه ديالها وديك الشيء اللي تقيات، اللي تقيات. ديك الشيء غريب. شتي السموم اللي عندها في الذات ديالها كله خرجته. المهم ديما طايحه المناعه عندها، في فوق ما ديرهمش التحاليل كتلقى المناعه طايحه، والو ميته. المهم هي ما دارتش الشيميو لحد الان، مازال ما دارتش الشيميو نهائيا. المهم كلات هذا الدواء الحمد لله. شان نقول لك، ملي كلاته دوزات واحد الميمات، داها ولدها باش يدير لها التحاليل عند الطبيب، لان متبعه هي الطبيب ديالها. مشى دار لها التحاليل، طلعوا التحاليل، خرج لها المناعه طالعه، ديك الشيء مجهد غريب. قال لهم شنو هو درتي ولاد السيده هذه، المناعه عندها طالعه مزيان.
المهم دوزات ميمات وهذا عاود بدات تاكل الحمد لله وتتحرك وزاد في الميزان كيعطيك واحد القوه واحد شنقول لكم غريبه. المهم هو مكمل غذائي مكمل غذائي 100% 100%. المهم مشات دوزت واحد ايامات عاود مشاو داروا لها راديون لي غيم وداك الشيء الحمد لله ما لقاوش عندها بزاف ديال نقص ديك المرض نقص لاقصى درجه ما بقاش عندها بزاف. المهم نقص حتى نقى ما مزيانش ممزيانش زعما نقص بزاف الحمد لله. المهم هي هذيك وعطاو قالوا الاخ ديالي هذا الدواء هذا شنو اخ ديالي جا مع هذا الوقت ديال المرض ديال هذا المرض هذا طلبوا ماليزيا لان ما كانش عارف طلبوا ماليزيا تعطلوا له شهر. المهم كلا ديك الدواء ديال جابوا له هذا الدواء هذا تا اخ ديالي كان المناعه طايحه عنده وضعاف لاقصى درجه مسكين ما تيقدش انا ولا شويه كيعيا ما تيقدش يزيد بزاف. المهم بقى هكاك مسكين جا شي سيد طلع هذا السيد هذا قال له كل هذا هو اللي مسكين اللي نصحوا الله يجازيه بالخير نصحوا قال له كل هذه الخنيشات هادو وان شاء الله كان عنده واحد الخنيشات هو باش بدا بهم على ما هذا. المهم كل ديك السيمانه ديك الخنيشات شنقول لكم تيحس براسو تحسن تيقد ينوض كيقد يخرج الحمد لله زاد في الميزان واحد شويه تياكل اللهم لك الحمد الحمد لله. ايوا هادشي اللي نقول لكم ملي جا الدواء بدا تياكلو مشى للطبيب دار تحاليل لقى المناعه طلعت له حتى هو الحمد لله ودابا مازال متبع الدواء لان مازال كيتي هذا. المهم هاد الدواء كيتواجد شنقول لكم هاد دي اكس ان سميتو كيتواجد في المغرب كامل. انا غادي نخلي لكم ان شاء الله الرقم ديال الكود ديال واحد النمره تتقبطوه ملي تتمشيو لهاد الشركه كتسولوا على الشركه دي اكس ان تتسولوا عليها بحال دابا اللي كان في كازا ولا كتمشي تسول على الفروع ديالها تما هما تعطيو جميع المعلومات تتمشي نتوما عندهم تتقول لهم كتاخذوا هاد الدواء اللي غالي مريض بشي حاجه وهاد الدواء ماشي خاص هي بالسرطان راه الناس داو حتى على العقم ولدوا الحمد لله. وغادي نخلي لكم ان شاء الله الاوديوات هنا وغتسمعوهم بالناس بفمهم شنو كيعودوا غنخلي لكم الاوديوات وغنخلي لكم النيميرو ديال هذا العضو ديال الكود هذا غنخلي لكم النمره هذا الكود ملي كتمشيو غادي تطلبوا هذا الدواء هذا وكتاخذوا الدواء هذا الدواء ملي كتعطيهم هذا النمره ديال هذا الكود كينقصوا لكم 25% ديال الثمن ديالو كينقصوا 25%. والحمد لله نتمناو الله داكس ان موجوده في المغرب موجودة. بالنسبه للبلايص اللي ما فيهمش داكس ان كدير غير جوجل كتدخل جوجل كدير داكس ان راه معروفه عالميا وراه عندها واحد الجوائز اللي هي الا دخلتوا لسميتو راه تشوفوا الجوائز ديالها وكاين واحد البروفيسور انا ندوزو لكم من بعد غادي من بعد غنخلي لكم الفيديو يشرح لكم كل شيء اللي ملي كديروا هذه في جوجل كيعطيكم اقرب فرع ديالها اقرب فرع ديالها وحتى بالنسبه اللي في الخارج اللي في اوروبا اي بلاصه كدير الديكس ان وسميتو وهما تيعطيوك الفرع فين هو فين غتمشي وكتقول لهم على داكشي اللي عندك وهما تعطيوك الدواء على حسب سميتو الا عندك المناعه طايحه كيعطيوك هما الدواء ديال المناعه كيعطيوك الدواء ديال المكملات الغذائيه كيعطيوك فيه الاكسجين لان الاكسجين بالنسبه للذات راه شي حاجه كيعطيك واحد القوه كبيره وكنتمنوا من الله حنايا درنا هذا الفيديو هذا حتى تصاوبت انا والمدام وشفناه مزيان وقريناه مزيان وقلنا اش غادي نديرو غنديرو في يد الله ربما الله تيقول لك الله هو الشافي ولكن الانسان خصو يتسبب ويقول يا ربي اجعل هذا الدواء سبب في شفائي هذا هو اللي كاين ولكل داء دواء الحمد لله ونتمنوا من الله هذا الفطر الريشي كانوا كياكلوه هي ديك المولوك في ذاك العاد تياكلو بالتوامن باش كياخذوا ديك الفطر الريشي ما كاينش اللي كيقد يشري بقوت الغلا المنفعه اللي فيه المنفعه وغالي بزاف المنفعه اللي فيه ودابا غادي نخليكم مع الاستاذ ما نخليكم مع الفيديو ان شاء الله غنشوف لكم كل شيء وغنخليكم الاوديو هنا وغتسمعوا كل شيء
ونتمنى من الله، نتمنى منكم، كنطلبكم ونترجاكم تبارطاجيو هذا الفيديو. شان نقول لكم تبارطاجيوه لاقصى درجه، لان غتاخذي فيه واحد الاجر كبير عند سيد ربي. تبارطاجيوه، الله يجازيكم بالخير. لا والله شوف، قسما لا، زعما حنا درنا هذا الفيديو هذا على الناس اللي عانيوا، ماشي على شي حاجه، والله الا درناه على الناس اللي تيعانيوا، الناس نعرفوا هادشي راه حسينا به حتى حنايا من العائلات ديالنا. بزاف الناس يتوفاو بهذا المرض هذا، بزاف الناس يتوفاو الحمد لله خرج الدواء. كاين ملي كان هاد القضيه ديال دي اكس ان، الانسان غادي يجرب الحظ ديالو ويقول يا ربي تكون هذه وسيله اللي نشفى بها. هذا هو اللي كاين، ونطلبوا من الله الشفاء ان شاء الله. يا ربي، والانسان يتوكل على الله، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ولا اله الا الله محمد رسول الله. ونتمنى لكم الشفاء لاخواني المرضى في جميع المرضى المسلمين كامله، يا ربي يخفف عليهم، لان مساكن راهم كيعانيو بزاف وكيبقاو فيا مساكن، واكثر اللي كيديروا الشيميو. الحمد لله، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، الله يشافيكم ويعافيكم. وكنتمناو مجددا واخيرا الناس اللي جربوا، اللي غيجربوا ان شاء الله هاد الدواء هذا، يخليونا في التعاليق، يخليونا كيفاش حسوا بهذا الدواء هذا ملي بداو يشربوه. اللي هذا غيحفزنا بان درنا واحد صدقه جاريه علينا وعلى وليداتنا وعلى الموتى ديالنا وعلى الاحباب ديالنا. وهذا هو اللي كاين، وربي يشافي الجميع، ونكونوا حنا غير سبب، في واحد النقطه، في واحد الواد اللي غنوصل لكم هذا المعلومات هذه. والكمال على الله، هادشي اللي كاين. ونخليكم مع الفيديو ان شاء الله يفسر لكم احسن 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 بروفيسور محمد وحسين. انا غادي نحاول ان شاء الله نعطيكم نبذه مختصره على هاد الخمسه ديال لي برودوي. بالنسبه للكانوديرما، هو داك لو شامبينيون اللي كيبان احمر، هذاك الكانوديرما وهو ا شامبينيون اللي الفوائد ديالو جد مهمه، كيعطينا الاكسجين، وكيعطينا النسبه ديال الاكسجين اللي كتباري ما بين 2000 حتى 6000 يونيتي، الشيء اللي ما كايناش في الخضروات الفواكه اللي كناكلو في الحياه اليوميه ديالنا. ثم لما كنقولوا عطانا الاكسجين، صافي دير غادي يعطينا ما يسمى بالطاقه، لان الاكسجين مع الجلوكوز لما كيدخلوا الميتوكوندريا كيتحولوا كيعطيونا الطاقه، ولما كتكون عندنا اسي ديال الطاقه ممكن اننا ندوزوا اليوم ديالنا واحد النشاط، واحد الحيويه، واحد الاريحيه لا تتصور. فيما كيكون عندنا نقص الطاقه غيكون عندنا نقص في تتميم غير الاساسيات ديال الحياه اليوميه ديالنا. الانسان اللي ما كانش عنده الطاقه يقدر ما يشوفش مزيان، إذا ما كانش عنده الطاقة يقدر ما يتمشاش مزيان، ما كانش عنده الطاقة يقدر ما يحركش يديه مزيان. والناس اللي كتشوف عندهم عياء، وخاصة الناس اللي مسنين، هذاك العياء كيرجع أساسا إلى نقص في الطاقة. ولما كنعطيهم الحمد لله هاد الكانوديرما، كتزاد عندهم الكم ديال الأكسجين، مع شوية ديال العسل ولا شوية ديال الحلويات، ممكن أنه ينتج الطاقة اللي محتاج لها، وكيولي يتمشى بأريحية ويتكلم بأريحية وما إلى غير ذلك. هذه النقطة الأولى اللي كاينة في الكانوديرما. النقطة الثانية، هو كيتعتبر الطارد الأساسي للسموم اللي كاينة في الجسم ديال الإنسان. وحنا عندنا جوج ديال الأنواع ديال السموم، السموم اللي كتدخل مع الفم ديالنا يعني عن طريق الطعام، والسموم اللي كتدخل مع التفكير ديالنا ومع النظر ديالنا. لما كتشوف شي حاجه اللي ما كتعجبكش راه كتسممك من الداخل، لما كتسمع شي حاجه ما كتعجبكش راه كتسممك من الداخل. وهذوك السموم هي اللي كتكون سبب في تدمير الخلايا والانسجه والاعضاء ديال جسم الانسان. ثم النقطه الثالثه اللي كاينه في الكانوديرما، وهي كترفع المستوى ديال المناعه. كل ما كانت المناعه عندي قويه، كل ما كنواجه جميع الصعاب اللي ممكن تعرض ليها، وخاصه لي زاكريسيون فيزيك ولي زاكريسيون كيميك ولي زاكريسيون بيولوجي. فيزيك لما كطيح او لا كتضرب مع شي حديده ولا هذا، هذه سيت اون اغريسيون فيزيك اللي كتجيني من بعدها واحد البلاصه كتزرق ليا. هذيك الزروقيه الا كانت عندي المناعه قويه كتمشي بسرعه، وكتولي سميتو لابو ديالي عاديه بحال كما كانت عليه قبل ما تضرب. وشيميك وقت اللي كناخذ مثلا الخضره اللي فيها البيستيسيد او اللي فيها مواد كيميائيه يعني
يعني اللي جايه من لي زونغري وما الى غير ذلك، هادو حتى هما لما كيدخلوا الجسم ديالنا ما كيعرفش يتفاهم معاهم وممكن يدمروه، وبالتالي الماء كتكون عندي مناعه قويه وكبيره كتعاون الجسم على اساس يتخلص من هاد المواد هادو عن طريق الرمي ديالهم بلا ديتوكسيناسيون ولا لا ديتوكسيكاسيون. ثم الفائده الرابعه اللي كاينه في الجانوديرما وهي القمع الخلايا السرطانيه، ودابا ثبت علميا وهناك منشورات ان شاء الله من بعد غادي نوريو حتى للمشاهدين الكرام شنو هي المنشورات اللي دارت في المجال هذا اللي كتبين بانه فعلا الجانوديرما راها كتقضي على الخلايا السرطانيه. فهاد الاربعه ديال الفوائد غتخلينا دائما نقولوا واش حنا مازال يعني هاد الامور كلها كنعرفوها ومازال كنتشطروا على الصحه ديالنا فاننا نعطيو لها هاد النوع من المواد اللي ممكن انها تكون لها فوائد جد 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 مهمه على الصحه ديال الانسان. هذا بالنسبه لسميتو الماده الاولى، هذه الصوره ديال سميتو ديال الفطر الريشي، وهذه هي اللي موراها كاين معجزات وكنا كنتمنوا انها تدخل المغرب والحمد لله هي دابا دخلت، فكيولي من العار علينا اننا نحرموا الذات ديالنا من هاد الشامبينيون اللي كان مقتصر على رجال القصر ديال الصين ورجال القصر ديال اليابان، وكانوا كيحرموا منها الشعب. الحمد لله دابا هي بيدينا دابا كلهم ممكن انهم يستافدوا من الفوائد. انا ذكرت لكم اربعه ولكن غتجي الفرصه في انني نذكر لكم الفوائد الاخرى الكامنه تحت هذا الشامبينيون اللي كيتسمى يعني نوع من الفطريات اللي الاصل ديالها والتكوين ديالها ما يقدر الا يعطي فائده للصحه ديال كل المتناولين ديالو، اكانوا صغار او متوسطين او كبار. ثم الماده الثانيه الا وهي لاسبيرولين. الوغ لاسبيرولين الحمد لله هذه كلشي المغاربه كيعرفوها، اللون ديالها اخضر وهو سيت اون الغ اللي كتعيش في البحر، ودابا ولات اون الغ اللي دوميستيكات ولاو كيكبروها الناس في احواض داخليه. وشركه ديال دي اكس ان دارت لها واحد الحواض جد مهمه وكبرتها في ظروف اللي كتخليها انها تكبر بشكل عادي وتخرج جميع المحتويات ديالها. وهاد لما كتكون عايشه في دي كونديسيون اللي ما كاينش فيهم لو ستريس هي كتولي جد مليئه وكتكتمل البناء ديالها، وكل ما تكتمل البناء ديالها الا لما كنجي ناخذها كنلقى بان الفوائد اللي كاينه فيها لا تعد ولا تحصى. والاخوان اللي حضروا في المداخله اللي كنت تكلمت عليه المره اللي دازت قلنا بانه 12 حبه من سميتو لاسبيرولي ممكن دير يعني كتوازي واحد المجموعه ديال المواد الغذائيه اللي كنا ذكرناهم في الحصه السالفه ذكر في يوم الاحد الماضي. إذن هاد لاسبيرولين الدور ديالها وهو انها كتعطيني لا كلوروفيل، وغير لا كلوروفيل خصها حلقه بوحدها، وكتعطينا كذلك واحد مجموعه ديال من مضادات الاكسده اللي هي جد 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 مهمه للجسم ديال الانسان، وفيها املاح معدنيه مهمه ومفيده جدا، ومنها الزنك والمنغنيز والحديد والسيلينيوم، وهادو خلاص الدور ديالهم في الجسم ديال الانسان لا يمكن يعني حصره. ثم كاينه القضيه ديال ان لاسبيرولين لما كتدخل الجسم ديال الانسان كتمشي الى داخل الخليه وكتلعب الدور ديال التنقيه ديالها، فلما كتكون الخليه من الداخل نقيه كتولي كتنشط وكتولي كتقول انا مستعده نستقبل الاكسجين، مستعده نستقبل الاملاح المعدنيه، مستعده نستقبل جميع العناصر الغذائيه ونحولها ونولي نشطه بحال كما كنت فاش كان مولايا كان مازال صغير. فهاد النشاط اللي كتسترجعوا الخليه اوتوماتيكمون كيسترجعوا النسيج، ولما كيسترجعوا النسيج كيسترجعوا كذلك العضو، ولما كيسترجعوا العضو كيسترجعوا كذلك الجسم كليا. وبالتالي على المستوى الدقيق اللي هو الخليه ممكن انه يبان لنا
على المستوى الكلي اللي هو الجسم ديال الانسان نتائج جد مهمه. كتبان في البشره ديالنا، كتبان في التعطيل ديال الشيخوخه، كتبان في الحفاظ على انه يتصاب الانسان بالسرطان، كتبان في انه اللثه كتلصق على الاسنان، كتبان على الرائحه ديال الفم الكريهه كتحيد، وما الى غير ذلك من الفوائد اللي كتجي مع لاسبيرولين. ثم عندنا المورينزي. المورينزي له ما له من الفوائد في الجسم ديال الانسان، فهو غني بمضادات الاكسده، غني بالانزيمات، وحنا كنعرفوا ان الانزيمات مع تقدم السن كينقصوا لينا بواحد الشكل كبير وكبير جدا، ولما كينقصوا كتولي العمليه ديال الهضم كتولي ناقصه، ولا نقصت العمليه ديال الهضم كيولي العمليه ديال التحليل ديال المواد الغذائيه كتولي ناقصه، ولا التحليل ديال المواد الغذائيه كتنقص كيولي النفايات اكثر منها في الذات ديالنا على المغذيات، ولا كان المغذيات ناقصين انا داك كيكبروا عليهم الميكروبات، واللي كيكبروا على داك البقايا الميكروبات، ولما كتكبر على البقايا الميكروبات كترتب عليها انتفاخات، كترتب عليها ظهور سموم، كترتب عليها التغليف ديال دوك السموم بالدهون، وكترتب عليها زياده في البطن ديال الرجال وزياده في الارداف ديال النساء من خلال ديك الدهون اللي كان سبب ديالها السموم اللي دخلت من قله الهضم ديالها وقله يعني الرمي ديالها الى الخارج. هذا هو الفرويد ديال يعني المورينزي. مالوغوزمون ما كاينش عندنا في البلاد ديالنا، ولكن الحمد لله فاش ولا كيجينا من ماليزيا، هذا كذلك غادي يحاول يرجع واحد المجموعه ديال الامور مهمه في الذات ديال الانسان، وغير يرجع بالتالي الصحه للانسان، وغير يرجع ليه داك النشاط والحيويه اللي كان فقدها في الايام اللي كان ناقصه عنده العناصر الغذائيه في الفواكه ولا في الخضروات اللي كان كيتناول في الحياه اليوميه ديالو. ثم غنقصوا نمشيو بعد ذلك نعرجوا الى الماده الرابعه وهي الكورديسيبس. والكورديسيبس راه الوزن ديالو يعد بوزن الذهب. الوزن ديالو يعد بوزن الذهب. لماذا؟ لانه جد 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 مهم. هو كيبينوا لنا الاخ عماد في الصوره هذيك الاقراص القلبيه، فهي جد مهمه للجسم ديال الانسان. اولا كتلعب دور ديال ان كذلك ترفع المستوى ديال المناعه ديال الجسم ديال الانسان، كتفتح الابواب ديال رمي جميع النفايات في الجسم ديال الانسان، منها رمي السموم اللي كتكون اللي عبر البول، رمي السموم عبر النصران الغليظ، رمي السموم كذلك عبر الجلد، رمي السموم عبر التنفس، ثم رمي السموم عبر الدوره الشهريه اللي كتكون عند المراه. اذا هاد الاقراص فهي جد جد مهمه لجسم الانسان. الناس العاديين كانت عندهم مشكل كبير في انهم يصعدوا الى راس الجبال، وخاصه ان راس الجبال كانوا كيكون فيهم نقص ديال الاكسجين، لكن لما العلماء كانوا مشاو للتيبت لقوا بان في قمم عاليه جدا الناس كتسرح وكتشم الاكسجين بدون اي سميتو اختلالات وبدون اي صعوبات في التنفس. فلما بداو كيقلبوا شنو هو السر لقوا بان الذي كان السبب في مقاومه نقص الاكسجين اللي كاين في القمم ديال التيبت، وهو الاكل ديال دوك الناس ديال التيبت، هذا النوع ديال الفطر المزدوج، والاكل ديالو هو اللي عطى سميتو عطى الرئه واحد الامكانيه ديال الادابتاسيون انكرويابل، وخلات الان كل الصينيين كل اليابانيين اتجهوا الى هذه الماده هذه. ولما عرفوا بانها كتلعب دور فقط على الجهاز التنفسي، واللي خاصه في اعطاء واحد القوه والعمل ديال الرئه، الان مشاو داروا لها دراسات اخرى ولقاو ليس فقط يعني رفع القدرات ديال الرئه من خلال الاكل ديال هذا الكورديسيبس، وانما لقاو اشياء اخرى مفيدة جدا لما كتاكل هذا الكورديسيبس. ان شاء الله تا هو غادي يكون لنا حلقة خاصة عليه، وغادي نعطيه يعني الوقت ديالو والوزن ديالو باش نعرفوا هذه المادة هذه ما لها من الفوائد في جسم الانسان. ثم عندنا المادة الخامسة الا وهي اليونسمان. واليونسمان وما ادراك ما اليونسمان،
كما قلت لكم راه اول مخترع ديال هاد ليونسمان، خدع عليها جائزه نوبل لانه هاد دايره نيت بحال الحياه ديال الاسد، داكشي اللي سموها ليونسمان او لعرف الاسد. لما كتدخل سميتو الجسم ديال الانسان، الا كانت المعده الجهاز الهضمي نقي والا كانت الدوره الدمويه نقيه، هادوك المكونات ديال عرف الاسد كتمشي بسرعه الى الدماغ وكتعاود البناء ديال الخلايا الدماغيه. فغير بالعرف الاسد شحال من واحد اللي كان عنده مشكل ديال الباركنسون الحمد لله تقاد ليه، بعرف الاسد الناس اللي كان عندهم الزهايمر تقاد ليهم، بعرف الاسد الناس اللي كان عندهم السكليروزون بلاك تقاد ليهم، بعرف الاسد الناس اللي كان عندهم داء الصرع تقاد ليهم. وهذا الشيء كيطلب شيئا ما شويه ديال الوقت، ولكن الحمد لله النتيجه كتكون باذن الله فعاله وايجابيه. فلهذا لما ان شاء الله غادي نبقاو غادي في هذه السلسله ديال الدورات التكوينيه غادي نقولوا اشنو هي الاساسيات، ماشي غير نسمعوا ليونسمان راه غادي يدير المفعول ديالو، راه ليونسمان غيدير المفعول ديالو ولكن على اساس انه المعده تكون يعني الابواب ديالها مفتوحه، ماشي الان المعده او الجهاز الهضمي مخلوق بلا كونستيباسيون وكتسنى ان ليونسمان يدير المفعول ديالو. غير دوك البيبان المسدوده ما غيخليوش ليونسمان يدخل، ولا ما خلاوش يدخل بطبيعه الحال غادي يخرج الى التواليت وما غيستافدش منه الانسان. لكن الطريقه اللي غنتعاملوا بها حنايا غتكون طريقه شويه مذكيه فيها يعني تصريف هاد المواد الى كل المكون الجسم ديالنا، وبالتالي غادي نحصلوا على مفعول بناء على كما كيقولوا لا لوجيك سيونتيفيك. وهاد لا لوجيك سيونتيفيك زياده على لابور سيونتيفيك، الا كان لوجيك سيونتيفيك تابعه ان لابور سيونتيفيك النتيجه غتكون ان شاء الله ايجابيه جدا. وكنتمنى ان من الله سبحانه وتعالى ان تكون انكم تكونوا استفدتوا من هاد المعطيات يعني القصيره شيئا ما، وانما اذا كان المساله فيها القليل ولكن كتركز في الدين ديال الانسان غيكون احسن، على اساس ان من بعد ان شاء الله كل ماده نعطيوها الوقت ديالها في التفسير. السلام عليكم اختي حنان، صباح الخير، كي دايره لاباس عليك، اش اخبار، كلشي بخير، كي دايره الوليدات صحيحه الحمد لله بارك الله فيك. المهم بغيت نقول لك، بغيت جبت لك واحد الخبر مفرح الحمد لله، بان داك السيد عقلتي داك السيد اللي كنت قلت لك راه كان عنده سرطان في النبوله، راه الحمد لله اللهم لك الحمد البارح راه دار سكانير وخرجت النتيجه ديال السكانير، وتخيلي الحمد لله عرفتي راه كتبوا لي راه ديسباريسيون، يعني مختفي، ما كاينش لا اثر للخلايا السرطانيه لا اثر للورم، يعني اللهم لك الحمد الحمد لله. فاش دابا لمده شهر ونص وهو كياخذ المنتوجات ديال دي اكس ان، واللهم لك الحمد لمده شهر ونص، راه كان قال ليه الطبيب حيت تقريبا هاد شهر ونص نيت فاش دار العمليه، حيت يلاه دار العمليه الثانيه وقال ليه الطبيب فهاد المره اخرى قال ليه العمليه الثالثه قال ليه خصو يحيد النبوله كلها ويديروا يركبوا ليه الساشيه. يعني تخيلي شهر ونص وهو كياخذ المنتوجات، خدا الميكوفيتا والكورديسيبس والفيت الريشي، ومن بعد زاد عليهم سبيرولينا، والحمد لله الحمد لله لا اثر للخلايا السرطانيه لا اثر للورم، راه كل شيء عنده مزيان، مشى لمراكش دوز سكانير ديال العظام ما وصلش ليه العظام، دوز ديال الكلى ديال الكبده ديال الرئتين، يعني كيقلبوا الطب كيقلبوا على المرض فين واش وصل ليه قاس ليه شي بلاصه اخرى، ما كاين حتى شي بلاصه في الجسم ديالو حتى النبوله فاش كانوا الخلايا السرطانيه، الحمد لله ما عنده والو، اللهم لك الحمد والحمد لله. وبغيت اختي حنان نفرحك كما انا فرحت، والله ما كرهت نبرح بها نقول هاد الناس كاملين الحمد لله على منتجات دي اكس ان، وشكرا شكرا بزاف، الله يعطيك الخير، والله من الفرحه ديالي اش نقول لك، حيت راه من عائلتي وقرب ليا بزاف، شكرا بزاف.
السلام عليكم اوائل دي اكس المغرب، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ هانيه، كلشي مزيان، نتمنى كلشي يكون بخير وعلى خير. هذه واحد الشهاده على واحد السيد في اليونان، هو يوناني، وكان عنده السرطان في الدماغ. بحكم الاقامه ديالي في اثينا والمقر حدايا، كنبدا نحضر المحاضرات حتى جا هو ومرتو. المهم الناس تيعطيو الافادات ديالهم، تعطى هو الافاده ديالو حتى هو. كان عنده السرطان في الدماغ ومسكين، ما خلى ما دار من تحاليل تما، ما خلى ما دار، صافي عيا. المهم وصل على العمليه، قال ليه الطبيب خصك دير العمليه وصيفطو عنده، يمكن شي ولدو في الانجليز ولا هو بغى يمشي للانجليز يدير عمليه تما. المهم بقى تيستشر مع داك الطبيب ديالو، قال له زعما شحال عندي في المية ديال باش نبرع؟ قال له عندك القليل داكشي اللي عندك. قال له راك في المرحله الاخرى، ما نقدرش نعطيك شي زعما شي امل كبير، غادي دير العمليه انت وزهرك، يا تخرج منها يا جلس تعيش مع المرضى حتى اللي دار الله اللي دارها الله. ومسكين خاف من العمليه، قال لهم انا خفت، وحتى مراته ما شجعاتوش على العمليه، وتيعاود هو بنفسه والله العظيم. ايوا مسكين، ومع شكون اللي وراه المقر ديال دي اكس ان؟ جا خدا المنتجات، قال لهم بديت المنتجات الشهر الاول، الشهر الثاني، الشهر الثالث، قال لهم ما بقاش فيا ديك الدوخه، ما بقاش فيا. المهم حس براسو كاين شي تحسن كبير عنده، مشى كيدير في التحاليل، تيلقى السرطان بدا كيختفي، ما بقاش بحال في الاول. بقى مستمر مسكين غير على المنتجات والريجيم، حتى ولا ساكن في المقر، الا كان شي محاضره يجي مع مرتو، الا كان شي حاجه. المهم هو ولا كيعبد هذيك دي اكس ان، ما يخرجش منها، اي منتوج تحط كيشري. وحتى الاخر مسكين فاش حضرت انا، ملي كانت واحد المحاضره وحضرت، قال لهم ها انا قدامكم، ها التحاليل ديالي، راني بريت من السرطان ديال الدماغ، ما بقى فيا حتى حاجه. من بعد ما قالوا لي الاطباء ما بقاش عندك امل كبير، وعندي العمليه ورفضت العمليه، وانا قدامكم، وما عمرني نتخلى على دي اكس ان، وما عمرني نخرج من هذا المقر حتى نموت. ومرتو مسكينه وكيصفقوا عليه، والله العظيم هادشي حضرت له انا في اسينا، وهادي شهاده مني، وراه ربي شاهد عليا. هادشي ماشي دعايه للشركه، ماشي هادشي شفته وحضرت ليه. وانا كنقولوا لاي واحد عنده السرطان في الدماغ راه كاين العلاج، ولا السرطان في اي بلاصه في صحته راه كاين العلاج، والحمد لله على هاد النعمه ديال دي اكس ان. ودابا اخوتي في الله، اختمكم هذا الفيديو مع الدعاء هذا، اللهم سهل يسهل لكم الخير والفلاح، ويرزقكم غايه السعاده والانشراح، صباحكم ومساءكم خير وسماح، دعوت لكم من القلب في هذا الصباح والمساء، رضي الله عنكم وارضاكم، واعطاكم وكفاكم، وهداكم واغناكم، وعافاكم وشفاكم وشفاكم وشفاكم، ووفقكم لخير الدعاء، وأجاب لكم الرجاء، وحبكم بالابتلاء، وجعلكم ساعين للخير، مؤثرين بالغير، وأمنكم بين أهليكم، وأدخلكم الجنة، أنتم ونحن وجميع المسلمين كافة أجمعين، إن شاء الله الرحمن الرحيم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.